الخبر الأول اللي عادنا عن محمد جواني وبيسان إسماعيل. فبعد ما جواني نزل هذا المقطع اللي كشف به الحقيقة الكاملة عن بيسان، طبعا الإثباتات اللي حطها بهذا المقطع فهي مؤكدة 100%. ليش دا أقول هذا الكلام وليش متأكد؟ فأول شيء محمد جواني بهذا المقطع لما حط الإثباتات ما حط مجرد سكرينات شوت مو أكثر، لأنه حط مجرد سكرينات فيب أقول لك ممكن تكون مفبركة إيه. ولكن بالمقطع الفضيحة اللي نزلته أنا بقناتي تقدرون تروحون تشوفوا تتأكدون إن الستوريات اللي حطها جواني كان بيها التاريخ مؤكد اللي هي من عام 2019، وبنفس الوقت محادثة أو صوت بيسان موجودة بهذه المحادثة. فيعني طبعا أكيد مو جواني قاعد يخطط هذا الموضوع من عام 2019، لأن بذاك الوقت أساسا كانوا أصحاب. فهذا الستوري يثبت 100% انه كلام الجواني اللي حطه والاثباتات هي مؤكده 100%، تقدرون تروحون تشوفوها بهذا المقطع. والشيء الثاني اللي يثبت واللي هو نفس هذا المقطع نفسه، فبهذا المقطع اللي يتذكر يومها قلت شغله بنهايه المقطع، واللي هو انه بيسان نزلت على حسابها بالانستغرام بوقتها هذا الستوري اللي تقول بيه احلى شيء عملته بحياتك ووفرت عليه اشرح للناس قد ايه انت نذل، وقلت لكم انه حذفته ورا 5 دقائق ولا 10 دقائق تقريبا. وطبعا بيسان تثبت بهذا الستوري انه الموضوع حقيقي وان المحادثات حقيقيه على حسب كلامها، وقتها قلت لكم اتوقع انه حذفته لانه ممكن تريد تنكر الموضوع، والصراحه هذا الشيء صار صدق، لان بيسان طلعت على حسابها بالانستغرام ونزلت ستوريات وردت بيها مرتين على جواني. بالنسبه للرد الاول فهو كان بينس الشايب وبيسان، ولكن نوعا ما كان بطريقه غير مباشره. شلون يعني؟ فنزلوا هذا الستوري واللي هو كان دصور بامها وقاعدة تغني لها، يعني نقدر نقول انه هو رد على هذا المقطع انه هي تحب امها ومن هالكلام، فحطت هذا الستوري بوقتها انس شايب حكى كم كلمه هم، فراح احط لكم الستوري هذا شوفوا. وراء كل نجاح ام عظيمه، فهمت الكلام؟ كفو عميد، هاي كيفك؟ هل تتوقعون انه بيسان مجبور على هذا الستوري او لا؟ اكتبوا لنا شو اراكم بالكومنتات. بالنسبه للرد الثاني اللي نزل فهو من بيسان واميره لما نزلوا هذا الستوري اللي سخروا بيه من محمد جواني، يقولون ان المحادثات اللي حطها هي كذبيه وانه هواي من الاشخاص صارين انه يسوون محادثات كذبيه عليهم، فسووا سكتش بسيط نقدر نقول احط لكم اياه ايضا شوفوا. احنا لسه معنا، انتوا صحيتوا ولا نمتوا ولا ما نمتوا؟ تعالوا شوفوا بيسان شو عم تعمل. هاي بيسو. لا لحظه، شوفي هاي الستوري مفبركة ولا من تاريخ قديم ولا جديدة؟ شو مشان؟ اه مشان نعرف، لأن صارت موضة ما شاء الله الأيام تفبرك محادثات قديمة وستوريات، فبليز لا لا تصوريني بليز، لأنه صار حكي علي هلأ بمصاري. شو عم تحكي؟ حبايبي كيفكن؟ عليك عليك صوتي هلا عليك هلا مصورة هلا؟ الحمد لله إذا هلا 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 تازاي ستوري تازا. خلصنا حاليا من الرد الاول والرد الثاني، ولكن نزل الرد الثالث، ولكن هذه المره من ام بيسان شخصيا. شكل جواني ما كذب من قال حيردون علي الف رد من ورا هذا المقطع. المهم راح احط لكم هذه الستوريات وراح اشرح لكم هواي من عدها، لكن جهزوا نفسكم لان كلش طويله، فيب شوفوا حاليا الستوريات. صباح الخير يا جماعه، لا تاخذوني انا صوتي مفحوح على طول لانه معي غده وبتضغط على حبال الصوتيه، بس اليوم انا بطلع معكم اول مره بتشوفوني، بس لانه صراحه اكتشفت اكتشاف كتير خطير حبيت اخبركم اياه، انه في ناس تحب بنتي اكثر مني، تخاف على مستقبلها اكثر مني. حسيت قديش انا انانيه، خلص قررت اهديكم اياها لانه انتم بتخافوا عليها اكثر مني وتحبوها اكثر مني وربيتوها وتعبتوا فيها وكل شيء، فلهيك انا قررت اتخلى عن بيسان أو اهديكم يا وكمان شغلة، ما بعتب على البغل اللي عمره 26 سنة ولد، لأنه حاطط عقله بعقل بنت عمرها 17 سنة وناشر لها محادثة كان عمرها 15 سنة وجايب. بدي أسألك سؤال، والله إنك معلم، المحادثات اللي ناشرهم هدول بتواريخ قديمة، كيف خلطون هالخلطة؟ يعني شلون قدرت تجيب هيك محادثة وتألف القصة، محادثة تاني وتألف القصة تاني، محادثة ثالثة وتألف القصة؟ والله برافو عليك العمى، قديش كفو، والله بشرفي، بس حضرت الفيديو تبعك حسيت قديش أنا مميحة، واو عن جد والله إنك مخرج سينمائي، لازم الواحد يتعلم من خبرتك ولدنت الحرام. بس ليك طلع، طب القصص مو هيك، وإذا نشرنا المحادثات كاملين بين شو القصص يا زلمة، رايح عم تقلي مايو وما مايو وكذا، وهي القصة مو هيك، هي القصة مو هذا الفيديو معلم، مشان ذكرك إذا نسيان، لك لا القصة تبع الفيديو تبع ميمو
يلي ما كانت ترضى بيسان تصور معه، واجت انا خليتها تصور غصب عنها لانك بتغار علي. طبعا بالنسبة للأشخاص اللي ما افتهموا هو يمين تقصد بميمي أو مومو، فهو يقصدون مرسال أو تقصد هي مرسال. فبهذاك الوقت كان مشكلة بينه وبين جواني، فما أتوقع أنه كان يقبل أنه تصور ويا بيسان. فهي تقول أنه المقطع اللي كان رافض أنه جواني نزله هو مقطع مع المرسال أو مقطع بين مرسال وهي، مو مقطع المايو. هي بدك تتحكم فيها يعني، قاعد لي بتركيا وقلع هناك ومن هنيك بتقول لها صوري مع فلان ولا صوري مع علان، كان شو دخلك فيها يا أخي؟ خليها تصور يعني. ولا هذيك المرة أنت يوم كنت عندك قليدة تصور مع ميمو، هلا صرت تغار. يلا خير إن شاء الله. على كل أنا الخلطة عجبتني، هلا بشوف لي أنا شو عنا محادثات بعمل لك خلطة أختها. والله لا ترضى غير تعلمت منك، عرفت كيف؟ وليك سلم لي على الحج كتير، لك كان دي اللي كل جمعة توصيني فيك تلي ديري بالك على ابني، ديري بالك على ابني، لو بعيوني بعيوني غسيلاته وأكلاته وكل شيء بعيوني. لك أنا بسخى فيك لك أبو الجوج، أنا بسخى تنام بفندق لك أبو الجوج، بنيمك ببيتنا وبقلبنا وبعيوننا. خلص ولا يهمك. لك بس الحجة بتوصيني فيك، بس نسي الحجة نسيت شغلي، عطول توصيني عليك بتوصيني عليك، بس نسيت توصيك أنت لك معلم، نسيت توصيك تقلك ذكرك أنك مسلم، يعني تعلم شوي من أخلاق الإسلام، تعلم شوي من أخلاق النبي. والله شفتك هذيك اليوم عم تبكي على النبي قطعت لي قلبي. يعني بتعرف ليش قطعت لي قلبي؟ كأنك أنت عم تشوه سمعته، أنت وأمثالك فرنسا وهون وهون عم تشوه سمعت سيدنا محمد وسمعت النبي وسمعت الإسلام، لأنكم مو ماشيين على أخلاق الإسلام. أخي قلول يعني تعلموا من أخلاق النبي وطبقوها وشوفوا شلون كل العالم رح تحبكم. هذا أنت أول واحد يا زلمة. يلا ما علينا، المهم أنك مسلم أخي، أخلاق بالأخلاق، المهم مسلم. وأمك الحجة المسلمة رضياني، وأبوك الحج المسلم كمان رضا. صفقك كف هديك اليوم لأنك جوز بدون علمه. يا لطيف شو بهدل البنت اللي معك، نحن مهم صفقك هداك الكف على الهواء مباشرة. يا لطيف تعرف شو؟ مع الحق تعنيف الحيوانات، قصدي تعنيف الأطفال، يعني صحيح هو أبوك وبيمونة كسر راسك، بس عيب عيب يضربك أخي. حرام أنت، والله حرام يا أبو محمد، لبقى تضرب والله يخليك. يعني شفقت عليه، أنا بحبه أكتر منك، لبقى تضربه لحرام خطي، عرفت كيف؟ بل إنه إذا تزوز يعني ضروري تضربه لابنك؟ يا الله كيف بيربوا اولادهم بالضرب. هي تقصد هذا المقطع بالتحديد، وتحديدا اللقطه لما ابو جواني يضرب جواني كف. هي تقول انه انت ايضا ابوك يضربك، مو بس انت تقول علي انه انا اضرب بنتي. ولكن صراحه احس انه هذه النقطه كويس ضعيفه يعني. شوفوا التوريات غلط اخي وحيه، مو شرط هالضرب. يلا خير ان شاء الله، على كل الاحوال يمكن 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 لك، لانه هدول جماعه الشركه ضربوا بنت، فشو راحوا صاروا يقولوا اما بتضربها واما بتضربها. يا اخي يعني اما بتضربها بتكسر لها راسها، بس انتوا ليش تضربوها؟ قصدي مو شركه، مو شركه، هاي قناه اليوتيوب مفكره حالها قناه اليوتيوب يا جماعه، اللي مفكره حالها شركه. يعني شوي شوي ان شاء الله ان شاء الله بتصيروا شركه روتانا وبتفتحوا قناه على التلفزيون وبصير تكون شركه. ولا بيسان يعني مش حدكم كل مصرياتكم. طبعا هنا تقصد شركة حيدر جيتارا، وهي شركة مال الأغاني مال بيسان، كان موقع وياها عقد. وتقصد طيبة لما نزلت بالرد مالتها وقالت انه ام بيسان تضرب بيسان، فهي تقول انه انتو ضربتوها واتهمتوني انه انا ضربت بنتي. طبعا لو شاف مقطع مال طيبة يشوفه بقناتي الثانية اسمها مملكة الرعب، شوفوا عليها كل شيء. مشان هيك ما عم تقدروا تفتحوا قناة يوتيوب، بنصحكم نصيحة، روحوا اشتكوا للقضاء، لانه حدا بياخذ لكم حقكم مننا غير القضاء. والله يعني تضلوا هيك تحسفوا لأغاني تحسفوا لأغاني وتشلحوا أرباح الفيديوهات، ما بينفع، ما بتقدروا تاخذوا $100,000 تبعكم، روحوا على المحكمة. هنا أنا أيضا تقصد شركة حيدر جيتار، وتقصد تحديدا بسحب الأرباح، بحيث أنه آخر أغنية البيسان رحفت، لأنه أساسا الأرباح مو إلها البيسان، الأرباح كلها رايحة شركة حيدر جيتار، فبقوا لهم الأغنية على مود يستفادون. تقدروا تنزلوا على الوصف تتأكدوا من هذا الكلام، أنه حيدر جيتار هي المرخصة الأغنية، فالأرباح كلها تروح شركة حيدر جيتار. طبعا هذا الشيء من حقهم، لأنه أساسا الموقع وياها عقد ويا بيسان. يعني اشتكوا هي تاخذوا حقكم يا أخي، فكروا فيها أنه المحكمة بتجيب لكم حق.
حقكم. أما إنه هالشي فراطة من هون 500 من هون 300 من هون ما بتقدروا توفوا 100,000. خلص روحوا على المحكمة تطلعوا على الله واحترموا حالكم وتصرفوا مثل الشركات الكبار اللي بتفهم. يلا روحوا على القضاء إن شاء الله ياخذ لكم حقكم مننا إحنا الظلمة. يلا منيح بلكي بتحصلوا مصرياتكم. والله لو إني بالأردن هلا رفعت قضية. مشكلة إنه المحكمة ما بتصير غير بالأردن، كل ما وكلت محامي تعطوا قرشين. وبس والله وصلنا لنهايه المقطع. ادري المقطع كله بس خبر واحد، ولكن الصراحه تفاجأت من لما ام بيسان ردت، فاضطريت ان احط لكم الرد كامل. المهم لنا وصلنا لنهايه المقطع. من المقطع جوكم تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه. شوفوا فيزين، مع السلامه.